اوكي يا شباب، معاكم 10 دقايق من دلوقتي، اتفضلوا. A nation that forgets its past has no future. كل حاجة ليها بداية وليها أصل. إحنا ابتدينا منين؟ هو النهاردة ليه علاقة بامبارح؟ طب إحنا خدنا كتير من أفكار القدماء؟ طب الحضارات فيها تشابه من بعضها؟ أغلب الناس لما بيسمعوا كلمة حضارة بيجي في دماغهم فراعنة، أهرامات. هي دي بس الحضارات اللي عندنا؟ ده اللي هنبدأ نعرفه في الجيرني بتاعتنا اللي هتبدأها معانا منا في السوميريان سيفيلايزيشن. هبتدي أتكلم عن the cultures and traditions اللي كان الميسوبوتاميانز بيمارسوها زمان، ومن أشهرهم احتفالهم بالمولود الجديد especially لو كان ولد، اعتقادهم إن الولد بيقدر يحافظ على اسم العيلة لوقت أكبر عن البنت. Next, speaking about the importance of literature and arts، ما أقدرش ما أتكلمش عن أول masterpiece في عالم الليتيتشر، وهو the poem of Gilgamesh اللي كان بيتكلم عن أهمية وعظمة راجل اسمه Gilgamesh وكان the lord of Uruk اللي هي تبقى العراق حاليا. Then regarding education, the ancient Sumerians ساهموا في اختراع حاجات أساسية كتير قوي زي الـ base 60 number system اللي ممكن كتير مننا ما يعرفش، بس هو جزء كبير من حياتنا اليومية. إزاي؟ زي مثلاً إن الساعة فيها 60 دقيقة وإن الدقيقة فيها 60 ثانية، وكمان إن الدائرة عبارة عن 360 درجة. Last but not least, their clothes. بالنسبة للرجالة كانوا بيلبسوا knee-length skirts and a belt around their waist. أما بالنسبة للستات مختلفوش كتير، كانوا بيلبسوا long skirts and a belt around their waist too. I hope أكون قدرت أوصل لكم الصورة دي على قد ما أقدر. Finally, architecture طبعاً, which is considered the signature of civilizations. وأكتر حاجة بتربطنا بيها على أساس هي ثابتة ومتغيرتش من ساعة ما اتبنت، وأشهرها عند السامريانز هو الزيجرت تاور، which is a pyramidal in shape temple. This was just the beginning of civilizations. معاكو آية هتتكلم عن the pharaonic civilization. الفراعنة كانوا مؤمنين جدا بفكرة البعث والخلود، وده اللي كان بيخليهم يعملوا تحنيط للجثث بتاعتهم عشان لما يجوا يقوموا تاني مرة تبقى البوديز بتاعتهم preserved. وهم كمان أول ناس عملوا invention للwedding ring، لأن ده كان بالنسبة لهم reflection to the union وحاجة موجودة عندنا لحد النهاردة. نيجي بقى للجانب الفني، هم كانوا بيكتبوا البومز بتاعتهم بالهيروغليفي، وهي لغة مكونة من سيمبلز بس ومكونة من 1000 كاركتر. وأهم لوحة فنية عندهم هي النارمر باليت، لأنها كانت بتريزمبل الملك مينا وهو بيوحد القطرين. بالنسبة للتعليم في 2 فيلدز احنا نقدر نشوف نتائجهم عندنا لحد النهاردة، أولهم الماثماتكس، لأن هم كانوا على دراية كافية بالبيسك كونسبتس اوف الجبرا اند جيومتري، وده يظهر جدا في البريسايس كالكوليشنز في أبعاد الأهرامات. تاني حاجة الأسترونومي، لأن هم أول ناس عملوا اللونر كالندر اللي بتقسم اليوم ل 24 ساعة والسنة 365 يوم. بالنسبة للبسهم كانوا بيلبسوا سيمبل دريس اسمه كالاسرس، وكانوا بيهتموا جدا بالجوليري وإن هم يحطوا مالاخايت اعتقادا منهم إن هو بيعمل بريزرفيشن لعنيهم. وطبعا احنا قلنا إن هم كانوا مؤمنين جدا بفكرة الأفتر لايف، وده أثر بنسبة كبيرة على الأركيتكتشر بتاعتهم especially التومز، لأن هي كانت مكونة من البريال تشامبر والتشابل. البريال تشامبر عشان يدفنوا فيها، والتشابل عشان يحطوا فيها الأكل والشرب والذهب بتاعهم عشان يعرفوا يستمتعوا بيه في الأفتر لايف. وبكده نقدر ان احنا خلصنا رحلتنا مع الفراعنة، وعايزين نشوف هي هتختلف كتير عن الحضارة اللي بعدها ولا لأ مع شيماء. زومبا اليوناني تنن تنن دلوقتي هنبتدي نتكلم عن الجريك سيفيلايزيشن. اول حاجه عندهم في الكالتشر والتراديشنز مش هنسى الايستر سيليبريشن، حتى كان عندهم مهم اكتر من الكريسماس. كانوا بيلونوا البيض لونه احمر باعتقاد ان هو بيحيي ذكرى الكريسماس والاحتفال بالقيامه بتاعته. تاني حاجه كان عندهم عادات غريبه شويه في الويدنج، هي ان البرايد بتلبس طرحه او احمر، ودي بتريزمبل للفاير باعتقادهم ان هي بتحميها من الايفل سبيريت. لو نيجي نتكلم عن الليتريتشر والارت، اللانجوج بتاعتهم مكونه من 22 حرف، هي متاخده من الفينيقيين وهم اول ناس دخلوا الفاوز على الكلام، دخلوا حاجات زي الفا وبيتا وجاما.
وتاني وتاني حاجه ان هم اصحاب الالياذه والاوديسه واللي كتبها الشاعر الشهير هوميروس ودي بتحكي كتير عن الهيرويك اتشيفمنت وكتبوا برضو قصه اوديب الملك مش هنسى ان طلع من عندهم اهم الفلاسفه زي ارسطو وسقراط ودول اللي نادوا بالديمقراطيه واخر حاجه الكريستوفانتوين ستيتي دي اللي ظاهره قدامنا ودي اللي بتجمع ما بين الباور والويلث ودي كانت مصنوعه من الذهب والعاج لما نيجي نتكلم على الايديوكيشن هما كانوا اصحاب البيثاغورس ثيرم وطلع من عندهم ذا فادر اوف جيومتري اللي هو اكليدس واخر حاجه هما اصحاب الفيرست وورلد ماب لو جينا نتكلم على الكلوث الكلوث كانت مكونه كانت فيري سامبل كانت مكونه من اتنين بيس اول بيس هو الشتن وده اللي بيلبسوه من تحت وتاني بيس هو الكلوك ودي حاجه واسعه كده زي اللي انا لابسها دلوقتي واخر حاجه لو جينا للاركتكتشر عندهم كان عندهم كتير من اللاندسكيبس المميزه ومن اهمهم البارثنون تمبل وده كان بيريسيف فيه اي جود جديد وده وتاني حاجه الايروتاين وده كان موجود في اثينز وده اول تمبل يكون العمود بتاعه على شكل واحده ست ودلوقتي هنعرف هل حضاره الجريك اثرت على الحضاره الرومانيه ولا لا مع رنا العادات الغريبه للرومان كانوا بيتبعوها ان هم كانوا بيشربوا دم المصارع اللي اتقتل during the wrestling فاعتقاد منهم ان بكده الباور والسترانس اللي كانوا موجودين عنده قبل ما يموت هيتنقل له كمان كانوا بيشربوا كميه صغيره جدا من البويزن to increase their immunity كانوا بيؤمنوا بالاساطير related للتشاؤم زي مثلا ان استخدام الراد فلاورز وقت الاحتفالات دي كانت حاجه ممنوعه عشان كان بتكشف الغموض والسريه كونسبت النومينا دي كانوا بيعتبروها القوة اللي بتسيطر على مسار حياتهم والاشياء اللي بتحيط بيهم زي السولر واللونر اكليبس واي ميلاتري ريزولتس لو جينا نشوف اللغه اللي كانوا بيستخدموها نلاقيها نفسها اللي استخدمها جريك وهي اللاتين رايتنج وكتبوا بيها حاجات شهيره جدا زي ذا بوتري اوف فيرجل واللي بتعتبر من تراث الحضاره الرومانيه لحد النهارده كمان كانوا مشهورين بالمايمز ودي عباره عن مسرحيات دراميه بيستخدموا فيها الكوميدي جوكس كان ليهم بصمه كبيره جدا في الفن فمن اكتر الحاجات اللي كانت بتميزهم هي التماثيل واللي بنتعرف من خلالها قد ايه كرياتيفيتي والانوفيشن عندهم كانت عاليه ومن امثلتهم ذا ستيتي اوف كايسرز هاج وذا ستيتي اوف اوغسطس كانوا يهتموا جدا بالماثماتكس وكانوا بيستخدموا الرومان ابيكس عشان يحسبوا بيها التاكسس واللاند سيرفي عن طريق النيوميريكال سيستم الخاص بيهم واللي من امثله حروف الاي والفي واللي من خلاله قدروا يعملوا الرومان كلوك ليهم اسهام كبير جدا في الاسترونومي باختراع جوليوس كالندر اللي الايديا بتاعتها based on making the span of sun year as a reference. لو هنيجي نشوف اللبس بتاعهم هنلاقي انه كانش عندهم creativity كفاية هما تقريبا كانوا بيقلدوا اليوناني فالرجالة كانت بتلبس تونيكا اما الفساتين النسائية فكانت زيها زي اليوناني بالظبط بس بكولرز كتيرة ومسمينها ستولا كانوا بيهتموا في لبسهم اكتر بالكولرز وبالماتيريالز وان لازم الديكوريشن تكون عالية من الحاجات اللي بتميز الرومان لحد النهاردة المسارح والمعابد بتاعتهم من اشهر المعابد هو تمبل في ابولو اللي متزين بالقلم وبالتماثيل كمان عندي كالسم ده من اشهر الاماكن الترفيهيه في روما اللي كان مخصص للعب المصارعه فيه مشهورين برضو بجارد بريدج اسمه ليفاندو جارد وده بيعتبر ماستر بيس كده رحلتنا مع الحضاره الرومانيه انتهت وهنتنقل للتشاينيز مع جيفين نيخا اول ما بيجي في دماغنا كلمه تشاينيز بنفتكر على طول الفيستيفالز بتاعتهم ده ليه لان هم مشهورين قوي بالفيستيفالز وعشان كده هنتكلم على اشهر 3 فيستيفالز موجودين في التشاينيز اول فيستيفال هو سبرينج فيستيفال وده كان بيتميز بان هم بيعلقوا فيه ريد لانترز تاني فيستيفال وهو يوان شاو فيستيفال يوان شاو فيستيفال بياكلوا فيه اكله عجيبه اسمها يوان شاو وهي عباره عن رز بالسكر تالت فيستيفال وهو دراجون بوت فيستيفال وده معمول لاحياء لذكرى شاعر قديم اسمه تشيان بياكلوا فيه حاجه اسمها زلابية الرز توفو بابا تاينالي 你的祝福在英文，你的爸爸练习馆啊啊。مع اللانجويج فطبعا عارفين ان اللانجويج بتاعت الشاينيز هي اكيد الصيني بس اللي ما نعرفوش ان اللغه الصينيه ليها 7 لهجات كل لهجه ليها الاون فاريشن بتاعها اند سبيسيفيك نيم ده غير طبعا ان هما بيتكلموا بالانجلش تاني حاجه في اسطوره قديمه اسمها يان ستوري ودي كانت شعر قديم اسمه لاشع اما عندهم حاجه غريبه اسمها ريليشنز دانسز ودي كانوا زمان بيعملوها في السياتر الايديوكيشن ما نعرفوش ان هم اللي عملوا الديسيمال نمبرز وقسموها للبوزيتيف اند نيجاتيف ده غير ان هم وصلوا للروت 9 للبوزيتيف نمبرز جمعوا ده كله في بوك سموه بوك اوف نمبرز اند كومبيتيشن ده غير ان هم كانوا شاطرين في الارثماتيك اند الجبرا فكانوا طوروا جدا في الاسترونومي حتى وصلوا للشادو كلوك الكلوزس الجينز كانوا بيلبسوا حاجه اسمها شنغسان زي اللي انا لابسها كده الدراج طويل والويمنز كان بيلبسوا يا دراجون لود او درس الاركتكشر طوروا جدا عملوا مدينه مليانه بالاصول وسموها فوربيدن سيتي هي مدينه من اجمل المدن تاني حاجه عملوا جريت وول اوف شاينا
وده سور كان كبير عشان بيحمي كان زمان غزو القبائل بتيجي from the north. وبكده تكون رحلتنا انتهت مع الشاينيز سيفيلايزيشن واللي هتلخص لنا كل السيفيلايزيشنز دي شيماء. ودلوقتي زي ما هي قالت في الاول ان نو وان كان نيجلكت هيز باست، يعني لولا الماضي ما كناش هنوصل للتقدم اللي احنا وصلنا له لحد النهارده. دلوقتي احنا اتكلمنا عن السوميريان والفرعونيك والجريك والرومان والشاينيز سيفيلايزيشن، واتكلمنا برضو على اهم الاسبيكتس عندهم زي الكالتشر والتراديشنز الليتريتشر اند ارتس ايدكيشن واركتكتشر واخيرا الكلوث. ودلوقتي لما عملنا السيرفي كانت نتيجته ان كل الناس لما بتيجي في دماغها كلمه سيفيلايزيشن اغلبهم بيفتكر الاهرامات والفراعنه، ودي كانت نتيجه السيرفي. ودلوقتي هل فعلا لسه وجه نظركم زي الاول؟ هل في يوم من الايام هنوصل لحضاره توصل بالعراقه والعظمه اللي احنا فيها ونتكلم عليها برضو بعد 1000 سنه؟ الحمد لله على السلامه وقدر ولطف. تمام يا باشمهندسين، جميل، شكرا.